من هواوي النظام هذا المفروض انه يحل كثير من الامور اللي طرأت على هواوي بسبب الضغوطات الامريكيه اللي صارت من منتصف عام 2019. كون هواوي عندها نظامها الخاص فيها حيتيح لها كامل التحديثات وكامل الانسجام من ناحيه انتاج اجهزه بنفس هذا النظام، الاجهزه تكون تشتغل مع بعض بشكل كامل ويكون التكامل على حسب التوجه الجديد اللي صاير من هواوي جدا ممتاز ما بين المنظومه حقت التقنيات اللي هم يطلعوها. طيب فيصل، ما هي الأجهزة المدعومة بهذا النظام بشكل عام؟ حلو. الحين النظام يوم طلعوه هواوي يتكلم عن أمور كثيرة فيه، وذكروا أحد الأمور أكيد اللي قالوها هي وش الأجهزة اللي مدعومة. لو تكلمنا على الأجهزة نوعا ما اللي طلعت من سنة ونص إلى الآن، حتحصل على ترقية لهذا النظام. أكثر من 600 جهاز قد يكون حاصل على هذا النظام في الفترات القادمة. خلال الأسابيع الجاية حيبدأ يطلع جداول ترقيات أو الحصول على نفس الترقية الجديدة من النظام. النظام زي ما أنت ذكرت في المقدمة نوعا ما حيخلي المستخدمين يتغير عليهم موضوع نفس الأندرويد. هي نفس الواجهة تقريبا من ناحية الاستخدام، ولكن هواوي حطوا الصبغة الخاصة حقتهم، عندهم كمية أجهزة كبيرة، فبالتالي الأجهزة أنها تنسجم مع بعض ضبطوها مع الهارموني أو إس. وكان عندهم حتى في المؤتمر ذكروا أمر جدا مهم، One as all و all as one، الكل جهاز واحد يعمل ككل وكل الأجهزة تعمل كجهاز واحد، فإنك توحد منظومتك الاستخدامية بين الأجهزة أمر جدا ممتاز. فأجهزة الميت، أجهزة النوفا، أجهزة الميت باد اللي هي حقة اللوحيات، أيضا لما نتكلم على الميت بوك اللابتوب باد، هتحصل كثير منها على شيء من نظام الهارموني، والانسجام ما بين اللابتوب باد وأجهزة الجوال حيكون ممكن مع نظام هارموني. وشفنا مؤتمر يوم الخميس أيضا هنا في الرياض، المؤتمر بصراحة ورونا أشياء جدا كويسة من ناحية التناغم ما بين المنظومة حقتها. يعني هذا التحديث سيشمل الهواتف، سيشمل الآيباد أو الأجهزة الذكية المستخدمة بشكل عام، هل هذا صحيح؟ صحيح 100%. حيستفيد منه نفس الجوالات، اللوحيات، الساعات، أيضا المنظومة الأخرى عندهم حتى شاشات الحين، وكثير من الأجهزة الأخرى زي السماعات وغيرها، كلها بتحصل على نفس الهارموني واس. واللقطات اللي أنتم قاعدين تطلعوها على فكرة هذه الأجهزة اللي دوبها أعلن عنها الجديدة، ومنها مثلا المونيتور الجديد وهذه الفري بودز 4، هذه كلها جديدة أجهزة طلعت وتعتبر تحت سلسلة الأجهزة الفائقة حسب مسماها. كيف هي أسعارها يا فيصل؟ بصراحة الأسعار ما يمكن صعب نقولها كذا على الهواء لأنها تختلف من منطقة إلى منطقة، ولكن تحط بعين الاعتبار نفس رتم الأسعار اللي قاعد يظهر من هواوي على سبيل المثال. يعني لو تكلمنا على الخليج الساعة، وبصراحة كل المنتجات الجديدة ترى ما أعلنوا رسمياً كونها جديدة، ما عطوا السعر الرسمي. فالشاشة هي الشيء الوحيد اللي طلع لها السعر الرسمي اللي هو 3000 وشوي تقريباً لو تكلمنا ريال أو درهم، والشاشة بدأ الطلب عليها يوم الخميس. يعني يمكن نفس الأفرج اللي دايماً نسمعه عن هذه القطعة. متى سيتم توفر هذا التحديث، في الوقت الحالي أم سنضطرين نستنى شوية؟ ممتاز. الأجهزة اللي من الفيديو اللي انتو عرفتوا، هذه الأجهزة حتحصل على النظام بشكل تلقائي محطوط فيها، زي ساعة الهواوي جي تي 3 والجي تي 3 برو اللي طلعتوها، هذه أيضا بتحصل على التحديث. فنتكلم على نفس اللوحيات بتحصل على التحديث، والشاشات اللي أيضا طلعت في هذا الفيديو مع السماعات حتكون جزء من تناغم المنظومة مع بعض والارتباط السريع. لاحقا خلال الأسابيع الجاية حيعلن زي الجداول اللي فيها مثلا الميت 9 واللي ترى يعتبر يعني من سنتين ثلاثة، فأصلا أنه يجي له نظام جديد بالكامل شيء مرة كوي ممتاز كويس. فهذه الأسابيع هيظهر فيها الجداول حتيح لمستخدمين الميت والبي هذه سلسلات، والنوفا سلسلة النوفا يعطيهم التحديثات بإذن واحد أحد وفقا لهذه الجداول ووفقا للمناطق، لأنه مثلا لو جاء لسلسلة الميت لأمريكا غير لما يجي سلسلة الميت للسعودية عشان اللغات وغيرها من الأمور اللي تعتمد على المنطقة. طيب فيصل، اليوم كيف شايف خطوات وقفزات هواوي فيما يتعلق بالتحديثات وتطوير التقنية بشكل عام في أنظمتها لتواكب الأسواق بشكل عام وكذلك تنافس الشركات الأخرى؟ الحين الوضع حق هواوي ما هو زي قبل سنة ونص تقريبا أو سنتين صارت الحين كملت، ما هو بنفس الوضع من ناحية قدرة المنافسة، القدرة التنافسية الضخمة اللي كانت عندهم. الشيء اللي لازم أوضحه مع كلامي هذا أنه مو هم السبب هي الخناق اللي صار من الحكومة الأمريكية تجاه نفس شركة هواوي. ها
هالأمر عرقلهم، نزلهم من المرتبة الأولى عالميا إلى المرتبة الثانية والثالثة في بعض الدول، وأيضا خلى أنه وتيرة إصدار الأجهزة ما هو بالوتيرة المتسارعة اللي تعودنا عليها خلال العشر سنوات الماضية على سبيل المثال أو صح التعبير. ففكرة أن هواوي يعتبر عملاق تقني، ما حد أبدا يقدر يتكلم شيء غير كذا، ينافس سامسونج وأبل على القمة بشكل جدا قوي. العرقلة اللي صارت سببت لهم الرجوع خطوتين ثلاثة للوراء. المفروض حسب خطتهم وحسب الأب الروحي حق هواوي نفسه لما طلع مع بداية العرقلة الأمريكية قال أنه عودتنا الفعلية حتكون في عام 22، فواضح أن الخطة الحالية هي خطة عشان يضبطوا العودة حقتهم اللي بتجي بعام 22، وأنه نظام تشغيلي خلال سنة ونص يتم تطويره وتجهيزه مهما كان مبني على أي منصة، هذا أمر حسن يبين جدية الشركة لمستخدمينها وللنطاق نفسه في عالم التكنولوجيا. يعني معنى كده سيتغير المشهد خلال سنة 2022 كمان. أتمنى تضمن. بالضبط. طيب. لو رحنا لسامسونج، ما هو الجديد؟ جميل. بالنسبة للأجهزة سامسونج القابلة للطي، يعني دايما النساء بيحبوا هذه الأجهزة تماما، أكثر عملية يعني كثير. صدقته أكثر عملية، ولكن أكيد ما هي بأكثر عملية من ناحية السعر. والأجهزة القابلة للطي المفروض أنها بتحصل على قفزة جدا ممتازة هذه السنة مع إطلاقات سامسونج الجديدة، لأنه حسب التوقعات احنا عارفين الأجهزة تنصفط يعني بطريقة واحدة، ثانية واحدة موجودة فيها. سامسونج سووا أنه شاشة خارجية والشاشة الداخلية اللي تنفتح لهذا يصير زي الآيباد كذا كلوحي. الشيء المختلف اللي حيصير الحين أنه نفس الجوالات يمكن تحصل على ثانيتين، فنتكلم على نفس الجهاز يكون له صفطة ثانية، وبالتالي لما ينفتح بشكل كامل حيكون أكبر من المعتاد، يصل للوحي، وإن تم ثنيه طيه صفطه نتكلم حيصير بحجم الجوال. متوقع خلال الشهرين هذه في الربع الثالث من عام 2021 سامسونج تطلع بمؤتمر وتعلن عن جديدها من ناحية الأجهزة القابلة للطي بإذن الله. طيب فيصل، اليوم احنا بنشوف يعني أجهزة قابلة للطي دائما تكون أسعارها مرتفعة جدا بمختلف الشركات، متى ممكن نشوف أجهزة قابلة للطي بس بأسعار أقل وبخدمة ذكية وجيدة؟ يعني رحمة حلوة يا فيصل، رحمة حلوة. والله الرحمة حلوة. عن نفسي أتوقع دخول شركات منافسة أخرى مجال الشاشات القابلة للطي هو اللي بيجيب معه التنافسية السعرية. الشركات المرشحة أنها تجيب هذا النوع من التقنيات عندنا شركة أونر، وقريب المفروض تطلع بأول جوال اقتصادي قابل للطي أو متوسط قابل للطي. هنا ساعتها يمكن نشوف جوالات بسعر 2000 إلى 3000 ريال قابلة للطي، هذا أمر مرة ممتاز، يصير كسرنا حاجز 5000 و6000 بالسعر يعني للنص، هذا شيء جدا كويس. بأنظمة عالية؟ بري نفس الأنظمة الأندرويد، نفس النظام اللي موجود، لأنه أكيد سيكون على نفس المستوى. صح بالضبط. وأنر انفصلت عن هواوي وتم استحواذها من شركة أخرى، فرجعت لها إمكانية العودة بنظام الأندرويد بشكل كامل، فالعقبة اللي تواجه هواوي لا تواجه أنر حاليا. فبكل بساطة إذا أنر جابت جوال قابل للطي وأطلقته ومتوقع خلال الشهرين هذه أيضا، هنا حنعرف أن الجوالات القابلة للطي حتلاقي قفزة جدا كبيرة في قابلية التبني، لأنه ما نقدر نقول أنه هذا مستقبل الجوال، الجوال قابل للطي، ولكن إن تبنوه الناس بشكل كبير والتقنية نضجت وصارت كويسة، حنعرف أنه الجوال القابل للطي هو المستقبل في هيئة وطبيعة شكل الجوال. شكرا جزيلا لك فيصل السيف، مهتم ومؤثر في التقنية، كنت معنا من الرياضة، وشكرا على كل هذه التفاصيل.